أن للمعادلة حلين مختلفين في الإشارة. إحنا تحقق من ذلك عندنا دلتا هو ب مربع، لاحظوا فقط معايا، ب مربع ناقص 4 ا سي. دائما نكتب القانون، إذا نحسب دلتا نعوض ب، قلنا أن ب هو ناقص 1 الكل مربع ناقص 4 ا في سي، ا هو 3 سي هو ناقص 2، وبالتالي نتحصل على دلتا 1 ناقص في ناقص زائد 4 في 3 في 2، إذا راح يساوي لي دلتا تاعي 1 زائد 24 وتساوي 25. هنا شفتوا أن كي يكون أ على ب، يعني أ و ب من إشارتين مختلفين، دلتا دائما يكون موجب. ثم بعد ذلك نقول للمعادلة حلين، نبدأ في حل في إيجاد هذه الحل حلين. إكس واحد ماذا يساوي؟ قلنا أن إكس واحد يساوي ناقص ب ناقص جذر دلتا. إذا دائما كتبوا القانون باش ما تنساوش. في 2 أ، إذا ناقص ب، قلنا أن ب هو ناقص واحد ناقص في ناقص واحد ناقص جذر 25 كم يساوي؟ إذا نكتبه لكم باش ما تقولوش من جد 5، جذر 25 على 2 في 3 اللي هي أ. نتابع، إذا ناقص في ناقص زائد واحد، لاحظوا معي زائد واحد ناقص 5، جذر 25 هي 5 على 6 وتساوي ناقص 4 على 6. وناقص 4 على 6 ما هي إلا بعد الاختزال نختزل على 2 ناقص 2 على 3. إذا القينا الحل الأول هو ناقص 2 على 3. نتابع نجد الحل الثاني. إذا x2 يساوي دائما القانون ناقص ب جذر دلتا على 2 أ. إذا نعوض، ناقص ب هو ناقص 1 زائد جذر 25 على 2 في 3. ثم بعد ذلك يساوي 1 زائد 5 على 6 ويساوي 6 على 6 ويساوي 1. إذا x2 هو 1. وماذا نلاحظ؟ x2 يساوي 1 وx2 x1 كم يساوي؟ نكتبه لكم هنا، x1 كم يساوي؟ ناقص 2 على 3. وش نلاحظ؟ نلاحظ أن الحلين مختلفين في الإشارة. أتمنى فقط أن يكون واضح للجميع. نتابع، إذا يطلب منكم البرهان أو إثبات أن المعادلة تقبل حلين مختلفين في الإشارة، مباشرة تحسبوا C على A. إذا لقيتوه سالب فإن نستنتج مباشرة طبقوا القانون هذا، فإن للمعادلة تاع الدرجة الثانية من الدرجة الثانية تقبل حلين مختلفين في الإشارة. ننتقل على بركة الله إلى الحالة الثانية. نتابع الدرس. الحالة الثانية كي يكون عندكم، إذا كان ثلاث شروط، سي على أ أكبر من الصفر، دلتا أكبر من الصفر، وعلى هنا دخلنا دلتا، هنا لا أدري هل دلتا أكبر من الصفر أو لا، لأن سي على أ موجب. ثم عندي الشرط الثالث، ناقص ب على أ أكبر من الصفر، في هذه الحالة المعادلة أ إكس مربع زائد ب إكس زائد سي تساوي صفر تقبل حلان موجبان تماما. مثال عددي، إذا عندي مثال x مربع ناقص 7 x زائد 12 تساوي صفر، هل للمعادلة حلان موجبان؟ إذا وش راح ندير؟ إذا نحسب أولا دلتا، إذا أول شيء هو دلتا، لأن ليكون دلتا أصغر من الصفر أو يساوي الصفر، هنا تتوقف العملية، لا نستطيع أن نقول للمعادلة حلين. إذا قلنا أن دلتا هو ب مربع، لاحظوا معايا، إذا ب مربع اللي هو ناقص 7 الكل مربع ناقص 4 في ا سي. دائما ما تنساوش تكتبوا المعامل تاع ا، معامل تاع ب، ومعامل تاع سي. في هذه الحاله ا يساوي 1، ب يساوي ناقص 7، وسي يساوي يساوي 12. اذا الحاله الثانيه او الشرط الثاني، نحسب سي على ا، كم يساوي سي على ا؟ بعد ما كتبت كم يساوي سي، سي هو 12 على ا اللي هو 1. اذا 12 على واحد هو 12، 12 عدد موجب، إذا يحقق الشرط الثاني. الشرط الثالث لازم يكون ناقص ب على أ موجب، إذا نحسب ناقص في ناقص 7، نعوض ب بناقص 7 على أ اللي هو 1، ناقص في ناقص 7 يساوي 7، 7 عدد موجب،
إذا مباشرة بعدما تحقق من الشروط الثالثة ثلاثة نقول مباشرة أن المعادلة x مربع ناقص 7 x زائد 12 تقبل حلين موجبان تماما. إذا نكتب الحالة الثالثة الأخيرة، إذا كان الآن دلتا موجب c على a أكبر من الصفر موجب ولكن ناقص b على a سالب، هنا في هذه الحالة نقول أن للمعادلة a x مربع زائد b x زائد c، طبعا a لازم يختلف عن الصفر سينو ما تكونش معادلة من الدرجة الثانية، حلين سالبين تماما. إذا مثال عددي، مثلا عندي معادلة 2 x مربع زائد 11 زائد 5 يساوي صفر. إذا يقول مثلا سؤال، هل للمعادلة حلين سالبين؟ واش راح ندير؟ أول شيء نحسب الدلتا. إذا كتبت a هو 2 b هو 11 c هو 5، دائما تكتبوا المعاملة تاع a b و c لأنها تستعمل في القانون. الدلتا ماذا يساوي؟ يساوي b مربع، b مربع اللي هو 11 الكل مربع ناقص 4 في a في c، a هو 2 في 5 ويساوي دلتا تاعكم راح يخرج. إذا لقيت دلتا يساوي 81 و 81 أكبر من الصفر. الشرط الثاني c على a، c على a كم يساوي؟ 5 على 2، 5 على 2 عدد موجب. الشرط الثالث ناقص b على a كم يساوي؟ ناقص 11 على 2، وناقص 11 على 2 عدد سالب، وبالتالي تحققت الشروط الثلاثة. مباشرة نقول أن للمعادلة 2x مربع زائد 11 زائد 5 تساوي صفر، حلين سالبين تماما. إذن أخيرا لقينا أن للمعادلة 2x مربع زائد 11 زائد 5 تساوي صفر، حلين سالبين تماما. بهذا نكون عند نهاية هذا الدرس الذي أتمناه أن يكون واضح للجميع، وأن الدرس كثيرة الحدود بما فيه من جميع النقاط من حلول المعادلات والمتراجحات واستعمال المميز بطريقة بسيطة ومبسطة للجميع، وإشارات الحدود مجموع وفرق حلين، إذا وبما فيه المسألة اللي اقترحتها للحل. كل هذه معلومات مفيدة لكم إن شاء الله في الفرض القادم إن شاء الله. إذا بالتوفيق للجميع، ما علي إلا نقول لكم تابعوا في المراجعات وما تفشلوش، ابدأوا من جديد. إذا كان عندكم أي مشكل أنا في الخدمة، أي سؤال يجيني فقط مجرد وقت بك تستنوا فقط الوقت المناسب باش يعني أجد الوقت للإجابة فقط، ما تستعجلوش، حاولوا ما تفشلوش. أي سؤال أي تمرين يجيكم صعب حاولوا فيه، ما تقولوش أنني ما نعرفش، لا كلكم أذكياء بإذن الرحمن. في الأخير أقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى الملتقى إن شاء الله.